إلى اللقاء المقدسة محمد شوقي أعلاك، أهلا بك معنا والسلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم، بداية، هل هناك حصيلة جديدة لعدد الحجاج المصابين في الحادث المأساوي؟ بالفعل هناك حصيلة جديدة لضحايا الحادثة، وصلت الحصيلة الآن إلى 19 جريح وحالة وفاة واحدة إلى حد الآن. نعم، هذا فيما يخص الجزائريين. نعم، نعم طيب محمد شوقي علاك، مسؤولو البعثة أشاروا إلى وجود 13 حاج لم يتم تحديد هويتهم بعد على مستوى مصلحة حفظ الجثث، هل من الممكن أن يكون هناك جزائريون في هذه الجثث التي لم تحدد هويتهم بعد؟ يتعرف على الجهة، لا يمكن القول أن هناك جزائريين. تحت الفعل هناك بعض الجزائريين مفقودين حتى هذا الوقت من لم يتم العثور عليهم، لكن ربما هم تائهون فقط، ولا يمكن أن ترجح لأنهم تعرضوا يعني كانوا قبل الحادثة حصل لهم أي مخاوف. نعم، على كل سنحاول الاتصال بك. الآن نعم تفضل. نعم تفضل. الآن نحن متجهون الآن إلى زوجة المتوفي لرفق الدفع الجزائري. هناك معنا مدير الديوان الوطني لحج العمرة مصطفى الجزا الذي هو الآن في زيارة إلى زوجة المحروم التي هم عليها يعني ومواصلتها في محنتها. نعم، شكرا جزيلا لك محمد شوقي علاك، مفاد تلفزيون النهار، إلى البقاع المقدسة، كنت معنا مباشرة عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.